هذا الخطاب يدخل في إطار نظرية معروفة، وهي الجيل الخامس للنزاعات والحروب. وهذه النظرية هي اللي تتكلم عن استعمال منظمات دولية ومنظمات خارجية ونظام وسياسة والنظام الغير الرسمي وآخره، إلا أنه شندريحة أو من كتب له هذا الخطاب استعمله بطريقة تخدمهم. نفس المقولة التي يستعملونها ممكن أن نستعملها نحن كحراك، ونقول أنه في إطار الجيل الخامس للحروب النظام الفاشل في الجزائر يستعمل الأيادي الخارجية عن طريق مساعدات تأتي مباشرة من طرف دول عندها هيمنة في المنطقة، وهي فرنسا، روسيا، الصين والولايات المتحدة. إذا نفس المنطق الذي يستعملونه ممكن للحراك أن يستعمله، وهو الأحق. النقطة الثانية هو أنه أنا لست خصيص في اللغة العربية، لكن لما تستعمل كلمة الابتزاز، ابتزاز is blackmailing، الشونتاج، يعني واحد يبتزز بك إلا إذا رأى فيك عيب، إذا رأى فيك عيوب، إذا رأى فيك خطأ. إذا هذه الدول ولا هذه المنظمات اللي تستعمل ابتزاز ضد النظام الجزائري معناته النظام الجزائري فيه عيوب ويعترفون بهذا. طيب طبعا أشرت لأنه طبعا في الكلمة الطويلة يتحدث عن الحروب، الجيل دائما حاضرة قصة حروب الجيل الرابع والخامس، ويتحدث شندريحة عن أن هؤلاء يريدون بهذه الحروب عبر الدعاية والحروب السيبرانية والإعلامية تقسيم الشعوب واللعب على الأوتار العرقية والإثنية أو الدينية، ولكن هناك اتهامات للنظام نفسه أنه لعب على تقسيم الجزائريين القبيلي عربي زواف باديسيا وغبارية. هذه النظرية معروفة وندرسوها هنا في الجامعة، نظرية الجيل الخامس، هو أن هذا تكلم على الدين والعرق واللغات، كل هذه الخصوصيات تستعملها أنظمة خارجية. صحيح أنه يستعملونها في بعض الدول، لكن أيضا الأنظمة المتواجدة تستعملها. والدليل على ذلك من بدأ بالتفرقة؟ الحراك يقول جيش الشعب خوا خوا، يعني حتى استسمحك الدول الأخرى، فيسبوك ألغت الكثير من الصفحات واتهمت السلطة الجزائرية علنا بأنها صحف على فيسبوك تابعة للسلطات تدفع من أجل تقسيم الجزائريين. يعني هذه الدول فيسبوك اللي يتآمر علينا كما قال تبون، لا ألغى الكثير من الصفحات واتهم السلطة علنا بأنها وراء هذه الصفحات الذبابية التي تقسم الجزائري. كما قال الأخ دكتور معرف، الجزائر في خطر، احنا داخلين في حيط، دخلنا في حيط. ناس ربما ليست واعية، ما تعرفش الخطورة، خطورة اللي لحقنا إليها. أين النظام كما قلت يستعمل هذه الأساليب، يستعمل هذا التكتيك حتى يفرق بين الشعوب، لأنه أو بين الفئات الشعب، وهي في الأصل فئة واحدة، ربما مختلف اللغات، لكن دين واحد، وطن واحد، يعني أسس معروفين عليها، تاريخ واحد، إلا أن النظام يريد بشتى الوسائل أن يفرق بين مناضلين الحراك وحتى بين الشعب في ذات حاله. يستعملون هذا، أرجع إلى هذا الجيل الخامس، يريدون أن يستعملوه على لحسابهم. تعرف أنا مرة أعطيت محاضرة، يعني بين قوسين باختصار، أعطيت محاضرة هون وكان حاضرين فيها بعض ضباط أمريكان، وسألت في النقاش، أنا سألت سؤال، قلت لواحد الضباط ما هو أهم شيء عندكم؟ ما عندكمش. قال لي عندنا كل شيء، عندنا المال، عندنا القوة، عندنا المعرفة، عندنا كل شيء. قال لي لا تقدر تعطينا الوقت، عوض تعطينا 24 ساعة في النهار
أعطينا 25 ولا 60 26 ساعة في النهار، ما عندهمش الوقت. الجيش الحقيقي يعمل على التجهيز والجاهزية العملياتية. احنا عندنا جيش شنقريحة ورفقائه يعني يقضون الوقت إلا في الكلام، والكلام في السياسة، والكلام والفعل. أين الفعل لما يقول أنه يطلب للشعب التجهيز ضد المخاطر التي، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون حتى يواجهون تلك المخاطر عوض الكلام؟